قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الأشعة التي أجراها عمرو السولية لاعب الفريق عقب مباراة الترجي التونسي أثبتت تعرضه لشد في العضلة الأمامية. وأضاف طبيب الأهلي أنه تم وضع برنامج تأهيلي خاص للاعب لتجهيزه لمباراة كامبالا سيتي الأوغندي في ثاني جولات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا والتي تقام يوم 15 مايو الجاري في أوغندا. وكان السولية قد تعرض لإصابة في مباراة الترجي التونسي التي أقيمت مساء الجمعة الماضية على ملعب برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة الأولى بدوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.